باللغة الأفريقانية حتما يتضمن الهولندية. أما في بقية بلدان العالم فإن عدد الدارسين للهولندية قليل نسبيا. لغات. اللغة الولوفية. أيها الأصدقاء، الولوف هي مجموعة عرقية تتواجد في غرب أفريقيا في كل من السنغال وموريتانيا وغامبيا، وهم في غالبيتهم مسلمون بنسبة 90% ويتكلمون اللغة الولوفية. اللغة الولوفية لغة أغلبية سكان السنغال وأقلية كبيرة في موريتانيا يتحدثون بها، وعدد الناطقين بالولوفية أكثر من 5 ملايين شخص أغلبهم بالسنغال. تنتمي اللغة الولوفية للغات الأطلنطية، وهي فرع من اللغات النيجيرية الكونغولية. رسميا تكتب الولوفية بالأبجدية اللاتينية، لكن الأبجدية العربية مستعملة أكثر عند الشعب وتسمى ولوفل. أصدقائنا في السنغال، حيث يقطن غالبية الولوف، يشكلون 40% من مجموع